مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا وردود. هذا المساء قضيتنا هي المشكلة المرورية في الكويت، ولا شك أنكم مشاهدينا الكرام تعون حقيقة هذه المشكلة. وبودي أن أبدأ قبل أن نتعرض في النقاش لهذا الموضوع ولهذه القضية ببعض الإحصائيات حول القضية المرورية. إحصائيات المرور تقول أنه في عام 1988 كان هناك حوالي 600,000 مركبة مقابل حوالي 2 مليون من السكان، أي سيارة لكل 4 أفراد أو 144 سيارة لكل كيلومتر طريق. مقابل ذلك الإحصائيات المقارنة في إسبانيا هناك 80 سيارة لكل كيلومتر في الطريق، وفي بريطانيا هناك 58، في اليابان 45، في فرنسا 32، في أمريكا 28، في الأرجنتين 25 سيارة فقط. معناه أن الكويت واحدة من أكبر دول العالم أو أكثر دول العالم ازدحاما بالسيارات. وكذلك هناك جانب الخسائر الاقتصادية التي تحدث نتيجة حوادث الطرق، وقدرت عام 86 خسائر الاقتصادية بحوالي 128 مليون دينار كويتي، وذلك خلال ال10 سنوات، وخلال 10 سنوات يصل هالمبلغ إلى حوالي 1,253,000 دينار كويتي. الإحصائيات هذه معناها أنه نقدر نبني حوالي 100 مدرسة أو 85 مستشفى سعة 400 سرير أو 2000 أو 24,000 وحدة سكنية. الحقيقة الخسائر الأهم في قضية مشكلة المرور هي خسائر الأرواح، والإحصائيات اللي أمامنا إحصائيات تؤكد أن أمام مشكلة وقضية حقيقية تؤثر في أرواح البشر. عام 1988 كان وفيات حوادث الطرق 321، عام 89 وصلت إلى 301، عام 91 الأرقام ليست واضحة بسبب ظروف القزو، عام 1992 هناك 287 حالة وفاة، وهناك إحصائيات ربما يتعرض لها الأخوة المشاركون. باسمكم جميعا يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الأخوة عقيد عبد الله العيدان مدير إدارة مرور محافظة الفروانية، ودكتور صالح عبد الله جاسم مدير إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت التقدم العلمي، ودكتور نبيل جعفر عبد الرحيم مستشار هندسي في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. مساء الخير ونرحب بكم معنا في برنامج قضايا وردود. والحقيقة ربما كان عرض الإحصائيات هو بمثابة طرح أسس القضية، لكن بودنا أن نعرف المشكلة المرورية بالنسبة للمختصين والمتابعين. بودي أبدأ معك عقيد عبد الله، ما هي مشكلة المرور في الكويت؟ هل هي مسألة ارتفاع عدد الوفيات؟ طبعا هذه قضية مهمة جدا.
هل هي مشكلة الازدحام وما يسبب من تأثيرات نفسية؟ هل هي في سيادة بعض السلوك غير الحضاري من عدم احترام آداب المرور أم الخسائر الاقتصادية؟ شنو بالضبط القضية المرورية في الكويت؟ يعني إذا بطلعها من وجهة نظر الإدارة العامة للمرور، صراحة إحنا يعني أهم مشكلة عندنا بالنسبة للمرور هي الحوادث واللي تسبب عنها وفيات أو إصابات بليغة، لأن جل اهتمامنا هو المواطن الكويتي. إحنا جهودنا كلها تبذل على أساس أن إحنا نخفف من الكم الهائل من الوفيات والإصابات، لأن طبعاً الوفيات خسارة للدولة من جميع النواحي، والإصابات فيها خسارة، خاصة الإصابات البليغة اللي تنجم عنها إصابة عجز للشخص، عجز دائم أو عجز جزئي. هذا بالنسبة لنا هي أهم شيء، وتنصب جهودنا كلها على أساس أن نخفف من هذه الحوادث اللي تنتج عنها هذه الإصابات. وطبعاً إحنا في عملنا نركز على دائماً إحصائيات أمام عيوننا، ونشوف نحاول إحنا نخفف من اللي أنت قاعد تقرأ الآن، تقول مثلاً سنة 92 287، نحاول ننزل. إحنا في صراع مع الوقت ومع القوانين وتطبيق القوانين وتعديل الطرق بسبيل الحد من عدد الوفيات والإصابات البليغة، وهذا جل اهتمامنا. يعني أنا بالنسبة لي الازدحامات أتوقع أن الوقت الحاضر البلاد العالم كلها في وقت الذروة اللي هي خروج ودخول موظفين، الازدحام لابد منه. طبعاً إحنا نحب نخففه ونقلل منه ونخلي الناس الطريق كله يكون انسيابي في الذهاب من الدوام والعودة من البيت، لكن أهم شيء عندنا إحنا هي الإصابات والوفيات، ونهتم فيها ونحاول نقللها بقدر الإمكان. دكتور صالح، حجم المشكلة في الكويت يبرر التصدي لها؟ هل إحنا فعلاً أمام مشكلة حقيقية، مشكلة كبيرة تحتاج فعلاً أنه يرصد لها المبالغ، ترصد لها وتخصص لها الدراسات، ومشكلة المرور هي مشكلة أزلية، هي سمة من سمات المجتمعات الحديثة مثل ما ذكر أخوي عبدالله العيدان؟ اللي ودي أقوله في النقطة هذه، طبعاً من خلال الإحصائيات اللي طرحتها قبل شوي وأعداد الوفيات، طبعاً فعلاً هذه الأعداد تبرز لنا أن المشكلة تحتاج إلى حل وتحتاج إلى تصدي. ما في شك ان يمكن نروح مواطن واحد تجعل الدولة تتصدى لهذه المشكلة، ويجب ان تتصدى لها كدول حضارية او كمظهر حضاري. يجب ان لا تكون هناك ما يسمى بالحوادث المرورية في شوارع الكويت. طبعا المشكلة المرورية والقضايا المرورية ما هي مختصة بدولة الكويت فقط، وانما هي مشكلة عالمية، ولكن الدول هناك قاعدة تبحث في مثل هذه المشاكل وتجند لها الصراحة، يعني البرامج الإعلامية والبرامج الثقافية والمناهج الدراسية وكثير من الفعاليات اللي تحاول أن تحد أو توقف على الأقل هذا النزيف البشري اللي تحصده كل سنة هذه السيارات. طبعا لما أتكلم عن قضية مرورية، أنا القضية المرورية قضية جدا متشابكة، يعني فيها أكثر من طرف وأكثر من جهة. يعني اعتقد انا لو جينا حسبناها، ما دام قضيه مروريه معناتها في الشارع في مواطن يعني يسير على قدميه، في راكب سياره، في شرطي، في سياره، في اشارات مرور. المهم هذه كلها القضايا هذه متشابكه مع بعض. فالقضيه المروريه مهم من ذاك القضايا يعني اللي نعتقد انها هي بسيطه وممكن حلها يعني بيوم وليلة أو وإيقاف هذا الشيء بكل بساطة. من خلال الإحصائيات ومن خلال البرامج اللي نسمعها أو اللي تطرح من خلال التلفزيون حول القضية المرورية، فعلا ما يصرف على هذا على برامج التوعية وبرامج الخاصة بإيقاف هذا النزيف اللي قلت عنه جدا ضئيلة إذا ما قيست بالمبالغ اللي تطرح في الدول الثانية. يعني القضية المرورية قضية جدا مهمة وقضية أساسية، ويجب أن تكون هناك دراسات وبحوث وأعمال مشتركة، لأن ما في مشكلة صراحة يعني متشابكة ومتداخلة مثل المشكلة المرورية. فبالتالي المشكلة سببها أكثر من طرف، وبالتالي حلها يحتاج إلى معالجة هذه الأطراف كلها
وإذا بعالج أكثر من طرف معناته أننا نحتاج إلى أن تكون هناك دراسات تتعرض لهذه الأشياء، وبالتالي بحوث ومبالغ تصرف على هذا. فبالتالي يعني أنا أتهيأ لي حجم المال اللي يصرف على هذه المشكلة لا يزال يعني جدا بسيط إذا ما قيس بحجم المشكلة اللي احنا نتكلم عنها. احنا جايين على موضوع الأسباب دكتور صالح، لكن بدي أنتقل دكتور نبيل. أنا بدي أسمع تعليقك على اللي عرض الإخوان، لكن بشكل مختصر دكتور، شنو أهم مسألة في قضية المرور؟ هل هي الآثار الاقتصادية، تأثيرات قضية الوفيات، ولا الجوانب الإنسانية ربما تكون فيها عميقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخ مبارك. بالنسبة للسؤال طرقت له صراحة لا علاقة كبيرة بالكلام اللي توضلت فيه في البداية في الإحصائيات وكلام الإخوان. مشكلة الحوادث المرورية لو جينا، أو مشكلة المرورية مثل ما تعرضت لها، عندما نجي نعرفها قد تتفاوت من شخص إلى آخر. يعني المواطن العادي لا إحساس في أو لا تعريف للمشكلة المرورية، المصاب في المستشفى مثلا نتيجة حادث مروري لا تعريف خاص، رجل الأمن لا تعريف خاص، رجل علم الاجتماع لا تعريف خاص. فهناك عدة أطراف متداخلة في المشكلة المرورية، وكل منه له تعريف الخاص في المشكلة المرورية. لكن أنا أعتقد أن حلقة نقاشنا الليلة تتطرق إلى مشكلة الحوادث المرورية، لأن مشكلة الحوادث المرورية هي الأرقام اللي تطرقت لها، أرقام وفيات، أرقام إصابات، أرقام خسائر مادية هائلة يلمسها المواطن. نتيجة الحادث المروري أيضا مرتبط في التعاريف الأخرى للمشكلة المرورية. نلاقي أسر تعاني من فقدان معيلها، نلاقي مستشفيات مليئة بالجرحى نتيجة الحوادث المرورية، فبالتالي يضع حمل على الدولة في خسائر اقتصادية. فالمشكلة مشكلة الحوادث متداخلة، لكن رجال الاختصاص أتوا إلى تعريف مشكلة الحوادث المرورية. نعم. ومسبباتها. أعتقد لو تمسك أي رجل، أي مواطن عادي اليوم تسأله وتقول له ما هي أسباب المشكلة المرورية، يقول لك ثلاث أسباب: يا أما الطريق أو المركبة أو السائق. نعم. أنا كرجل مختص في مثلا في الهندسة المرورية قد أختلف معه. نعم. أنظرها إلى منظور آخر. نعم. أنا أرى أن هناك خلل في مثلث الحادث المروري. نعم. أو ما يعرف في اللغة الأجنبية بـ 3 E's. نعم. اللي هي الإنجينيرينج، نعم، علم الهندسة، والإنفورسمنت وهو تطبيق القانون. نعم. والإديوكيشن وهو التعليم. نعم. بنظري أنا أن هناك خلل في أحد هذه العوامل المؤدية إلى الحادث المروري. نعم. فهني ترى أن تعريفنا للمشكلة المرورية وتعريفنا لمشكلة الحوادث المرورية قد نختلف عليها، لكن مسبباتها ونتائجها معروفة لدي الجميع. أنا الحقيقة يعني إحنا هناك ربما شبه اتفاق على موضوع تعريف عناصر المشكلة المرورية، ولذلك بدي إنه أدخل في هذه العناصر ونتحدث فيها بالتفاصيل. عقيد عبد الله، يبدو في أصل المشكلة المرورية أسبابها الرئيسية، من يقول بأنه الجهاز التنفيذي أو الجهاز الرقابي المسؤول عن الشارع في الكويت مقصر في عملية الردع. خذ على سبيل المثال ظاهرة ممنوع الوقوف، تلقى سيارات كثيرة واقفة في مكان ممنوع الوقوف ما تخالف، في ناس سائقين يغير الحارات من حارة إلى حارة ما في أي رادع له، في تخطي للسرعة المقررة. الجهاز المرور على الأقل واضح من الدراسات ومن بعض الأرقام اللي قريناها أنه نسبة السائقين اللي يحصلون على المخالفات إلى نسبة السائقين المخالفين نسبة قليلة جدا، هناك قلة قليلة. شنو المشكلة؟ نقص في كوادر الجهاز الرقابي، هي في إعداد رجال الشرطة، هناك من يقول أنه رجل الشرطة نفسه قد يخالف بعض الأحيان أو قد لا يكون ملم بكل جوانب قانون المرور. تفضل. هو بالنسبة طبعا كشرطة تنفيذية لتطبيق قانون المرور، فعلا هناك مشاكل كثيرة. يعني احنا بالنسبة للإدارة العامة للمرور لا شك أن هناك نقص في الكوادر البشرية ونقص في المعدات،
لكن مو هو هذا السبب المباشر لمشكلة المرور. يعني ما أقول إن إحنا والله عندنا كفاية من الشرطة، لا بالعكس إحنا نحتاج إلى أعداد كبيرة من الشرطة. يعني في موضوع الكوادر البشرية، يمكن أنت شخص كشخص عادي غير مختص بالمرور أو في غير عامل في المرور تحس إنه بس شرط المرور مهمته إنه يخالف وإنه يتابع المخالفات. إحنا عندنا مهمات كثيرة، هناك مهمات المرور في مواكب رسمية، في أوقات الازدحام تشغل رجل المرور عن متابعة المخالفات. نعم. هناك مخالفات، لكن انشغالات رجل المرور في مجالات ثانية يمكن أنا يعني أقول إن هذه مو اختصاصة. يعني مثلا رجل المرور يجب أن ينصب عمله كله على عمل المرور. نعم. يحاول بقدر الإمكان أن يطبق قانون المرور اللي موجود عنده. نعم. ويردع المخالفين ويتابعهم، بس هذه الكوادر البشريه الموجوده ليست كافيه لان احنا اراقب كل سياره. نعم. وبعدين الامكانيات نفس الشيء، الماديه ما هي متوفره. يعني ما انا ما عندي السيارات الكافيه لمراقبه جميع المخالفين وجميع الطرق. نعم. ولا المخالفات موجوده بكثره فعلا. نعم. النقطه الاساسيه في الحوادث المروريه الانسان نفسه هو. انا يعني اكد عليها واقول ان احنا سبب مشاكلنا هو الانسان، هو الشخص اللي يقود السيارة. نعم. الإنسان متى ما التزم، يعني صح وجود شرط المرور ضروري لمراقبة التزام هذا الإنسان بقواعد المرور قانون المرور، لكن يجب الالتزام ينبع من الشخص نفسه. نعم. لما تكون هناك عندك وطنية تحس أنك أنت يجب أن تحافظ على قانون البلد، تحافظ أنك ما تخالف، تحاول بقدر الإمكان أنك أنت تسهل حركة المرور بنفسك. في حالات تتعطل إشارة ضوئية يصير فيها خلل فني. نعم. تلاقي الشعور الوطني موجود بالناس، تلاقيهم يلتزمون، اي واحد ينزل بسيارته وملابس مدنيه يحاول ينظم، هذا الشعور الوطني المطلوب. نعم. يعني ما ودنا ان احنا كشرطه مرور نكون سلطه مسلطه على الناس، نراقب ونخالف. تبي العلاقه الوديه بين شرطه المرور وبين قائد المركبه تكون موجوده دائما. نعم. وهذا اللي احنا نتمناه. الانسان الشخص القائد المركبة هو سبب الحوادث. يمكن إذا لو تقسم نسبة مئوية يطلع على 70% أو 75%. نعم. شكرا دكتور صالح. الحقيقة يمكن أنا بودي أبدأ من المثل اللي طرحه عقيد عبد الله العيدان. لو فعلا حدث، أو يمكن كثير من المشاهدين الكرام يلاحظون أنه عندما يحدث عطل في إحدى إشارات المرور مش بالضرورة أنه يحدث الانتظام أنه الناس تنظم أنفسها، قد في بعض الأحيان يحدث أنه الناس يصير في زحمة أكثر وربما تتصرف الناس بطريقة أنه يتخلص من الازدحام. الجانب التربوي في مسألة قضية المرور أو المشكلة المرورية هو ربما الجانب اللي بيلقي عليه التهمة عقيد عبد الله العيدان، بيقول أنه الجهاز الرقابي غير مسؤول وإنما الجانب التربوي، أنه إحنا المواطن بحاجة أنه يتعلم آداب المرور. إلى أي درجة هذه المسألة صحيحة؟ هو ما في شك طبعاً أن التوعية المرورية مطلوبة، لكن ودي أعقب شوي على الكلام اللي قال الأخ عبد الله. أنا لما أقول ممنوع الوقوف شنو البديل؟ الآن عند في جامعة الكويت الطالب يوميا ياخذ مخالفة. نعم. شنو اللي وفرت له البديل أنا عشان ما يوقف ممنوع الوقوف؟ نعم. ما عنده بديل ثاني. نعم. لما يقول أنا مثل ما قال الدكتور عبد الرحيم على أساس أنه عطل في السير في الشارع. نعم. أطلع من هالإشارة هذه، ما يمديني طالع من الإشارة اللي طفت الإشارة الثانية. في أي بلد في العالم الإشارات تفتح في زمن معتدل بحيث أنه ما تطلع من هذه إلا الثانية، فتحت الخضرة الثالثة الرابعة الخامسة إلى أن تصل. كان خط سريع. في الكويت عندنا تطلع من إشارة توقف عند الثانية توقف عند الثالثة توقف عند، سبب لك أزمة نفسية، بالتالي يجد نفسه في بعض الأحيان أنه ممكن يخالف بعض القوانين المرورية. دائما لما أنا بلقي اللوم على المواطن أوفر له البديل. إذا ما أوفر له البديل صراحة من الصعوبة جدا أني أحاسبه على مخالفاته وأحاسبه على الأشياء اللي هو ممكن يتعرض لها أثناء الطريق. يعني شوارع غير منتظمة، إشارات غير منتظمة، كمية من السيارات
بشكل عجيب، يعني مثل ما ذكرت يعني في 144 سيارة في الكيلومتر الواحد سنة 88. نعم. الله أعلم الحين كم النسبة. نعم. شرطي يوقف عند الإشارة ويسكرها لو أنت في عطلة، لو أنت مثلا مستعجل، دقيت لهرن كله يعاند أزيد. نعم. إذا كان لنية يشغل الإشارة يقوم يعاند. نعم. أزيد لأنك يعني أزعجته نفسيا. نعم. فيقوم يعاند ويخلي المسألة تطول أكثر. نعم. ما في شك أن هذه الشغلات ما نقول يعني أن المواطن يعني يجب أن يخالف لأن وجود هذه الأسباب، لا بالعكس. نعم. لأن أنا في النهاية إيش راح أقول؟ أقول يا المواطن أنت عليك من نفسك، ترى ما حد راح يحميك بالشارع، لا شرط المرور ولا غيره يقدر يحميك بالشارع إذا تعرضت لحادث، وفي النهاية أنت الخسران. نعم. فبالتالي التوعية المرورية من هذا المنطلق مطلوبة وضرورية. نعم. ويمكن التوعية المرورية طبعاً إحنا لما نتكلم يعني التوعية المرورية غير معزولة عن الجوانب الأخرى، يعني المواطن اللي عنده التوعية المرورية تجد لازم عنده توعية اقتصادية. نعم. لازم عنده توعية صحية، لازم. نعم. عنده وعي تربوي، وعي في الجوانب هذه كلها، وعي سياسي، وعي اقتصادي، وعي. نعم. صحي. فإذا يعني ما تنفصل المشكلة المرورية عن المشاكل الثانية. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن التربية لها دور كبير جدا وعليها مسؤولية كبيرة في خلق الوعي المروري عند المواطن. هذا الوعي المروري يجب أن يكون مو فقط تقوم فيه مثلا وزارة التربية أو المناهج أو غيرها، وإنما مثل ما قلنا المشكلة متشابكة وبالتالي حلولها كذلك متشابكة ومطلوبة من الجميع. فإذا الوعي المروري أو التوعية المرورية أو التوعية التربوية من بخلق ثقافة مرورية مثل ما نقول عند المواطن أمر ضروري، لكن ما به الثقافة المرورية تصطدم مع أشياء ممكن يتعرض لها الإنسان بالشارع. خليني أقاطعك دكتور صالح، شنو تفسر التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لما يكونون في إجازة في خارج الكويت أو في بلدان أخرى؟ لا، لأن لما يلتزم هناك الكل ملتزم، مو بس الكل ملتزم، والشارع ملتزم والدولة ملتزمة. نعم. عرفت شلون؟ يعني هناك أنا لما أوقف في مثلا، خل أقول لك مثال يعني عادي، يعني أنا لما بروح أمشي معاملة بنفسي. نعم. وأحاول أني ألتزم مثل ما ألتزم بالدول الثانية. نعم. ما أقدر، عرفت شلون؟ نعم. يعني ألتفت يمنى ألتفت يسرى ألقى العمليات غير الأشياء اللي أشوفها في الدول الثانية. نعم. فهناك ما يشوف الشغلات هذه وبالتالي ما يحاول أن يمارس شيء غير القانون وغير الشيء. فلذلك أنا لما أخلق عنده وعي معين مثل ولي الأمر. نعم. لما يقول حق ولده مثلا لا تكذب أو لا كذا، وعقب خمس دقائق يدق التليفون يقول له مو موجود. نعم. انتهت القضية. أنا أخلق وعي مروري أو وعي اقتصادي أو وعي تربوي أو وعي صحي أو وعي علمي عند المواطن ويصطدم بواقع غير الأشياء اللي أنا أعلمها إياه. إحنا راجعين لهالموضوع. فإذا المشكلة شيني أن الوعي التربوي أو الوعي بإيجاد ثقافة مرورية عند المواطن طبعا قضية أساسية وضرورية، يمكن ما راح نتعرض لها الحين، بعد شوي يمكن نتكلم عنها. نعم. لكن مطالب يعني الدولة مطالبة بخلق هذا الوعي، شنو الأسلوب شنو الطريقة ممكن نتكلم عنها لما يكون السؤال وارد في هذا. شكرا الشيء. دكتور صالح. دكتور نبيل عبد الرحيم، الجانب الهندسي في الموضوع بصفتك مستشار هندسي في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الجانب الهندسي من الموضوع، في الدراسات بتؤكد أنه هناك أخطاء كثيرة في تصميم الشوارع، في العلامات المرورية، الشوارع غير مصممة لأخذ بالنظام الذروة المرورية، ليس هناك دراسات قبلية وبعدية لبعض الشوارع أو بعض الأماكن اللي تحدث فيها حوادث بصفة متكررة. شنو قضية الجانب الهندسي؟ شنو الجانب الهندسي في المشكلة المرورية؟ أخ مبارك، يمكن هذا كان تعقيبي الإخوان كلام تفضلوا فيه. صراحة أنا أعتقد أن إحنا نتهجم أو نتحامل كثيرا على السائق إذا قلنا هو السائق هو المتسبب في المشكلة المرورية أو مشكلة الحوادث المرورية. نعم. إحنا في أعتقد في سنة 93 عندما نتكلم عن مسببات مشكلة الحوادث المرورية يجب أن يكون تحت أيدينا دراسات. نعم. اسمح لي أقول لك أن حتى الآن لا توجد لدينا في الكويت أي دراسة تثبت أن السائق هو المتسبب في 85% أو 90% أو حتى 50% من الحوادث المرورية. نعم. هي كلها اجتهادات،
وكما ذكرت لك قبل قليل كل يرى المشكلة في عينه. نعم. أنا رجل مهندس، عندما يعني أسوق سيارتي بالشارع وأتلمس، وخاصة لما يكون مثل مهندس طرق، نعم، ويركب سيارته يعني يمشي على الشوارع، يتلمس مثلا منحنيات الطريق، يتلمس بعض الجوانب التصميمية في الطريق، نعم، فيتلمس إذا كانت هذه خاطئة أو سليمة. نعم. رجل الأمن أيضا نفس الشيء، عندما يركب سيارته وسوق سيارته وطالع بالطريق ينظر إلى بعض المخالفات المرورية اللي في باله، التي ممكن أن تكون الإدارة العامة للمرور مثلا تركز عليها، نعم، وقد لا تكون سبب في حادث مروري. نعم. يعني مثلا السرعة، الكثير يعتقد أن السرعة هي سبب الحوادث المرورية. صحيح أن السرعة هي سبب في الحوادث المرورية، لكن هل السرعة أدت لنا إلى حوادث نتج عنها وفيات أكثر مثلا من عدم التقيد بالخطوط الأرضية؟ نعم. قد يكون العكس، قد تكون هناك سلوكيات خاطئة للسائقين هي المسببة في الحوادث المرورية. نعم. المميتة خلينا نقول عشان نركز أكثر. نعم. فعندما نتكلم عن مسببات الحوادث المرورية أيضا لا نستطيع أن نقول نقص التوعية عند المواطن أيضا هو سبب من مسببات الحوادث المرورية. نعم. مثل ما ذكر الدكتور أن احنا عندما نطالب المواطن أو الأب أن يوعي ولده بأهمية الالتزام بالإرشادات المرورية، أيضا يجب على الأب أو على المعلم أن يوعي طفله بالجوانب الصحية. مثلا عند كثير من المشاكل الاجتماعية أو الظواهر الاجتماعية الخطرة، نعم، كمرض الإيدز، كما الأمراض المتفشية، السلوكيات الغير سليمة الأخرى التي قد تؤدي أيضا إلى حوادث. نعم. فنرى أن لا يمكن سلخ التوعية المرورية عن التوعية العامة المطالب فيها الأب أو المعلم أو الشخص المسؤول. نعم. إذن هي القضية متداخلة. لكن إحنا شو نقول؟ نقول أنك يجب أن ينظر كل شخص بمكانه أو بموقعه في العمل إلى المشكلة، ويعمل من خلال هذا الموقع ومن خلال منظوره لمسببات المشكلة المرورية، ويضع السياسة السليمة التي قد تؤدي إلى، إحنا ما نقول خلينا نوقف مشكلة الحوادث المرورية، لكن الحد منها على الأقل، الحد من تزايد أعداد الوفيات، الحد من تزايد أعداد الإصابات، الحد من تزايد أعداد الحوادث. فأيضا ما بدي أتسبق، يمكن هذا السؤال راح تطرح بعد شوي، اللي هو كيفية الحد من الحوادث المرورية. لكن أنا اللي أقوله أنه يجب كل فينا أن يرى وين الخلل. فأنا كرجل مهندس أقول طبعا لا، يعني لا 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 تخلو شوارعنا أو طرقاتنا من بعض الأخطاء الهندسية، والتي قد بيناها في كثير من الدراسات اللي عملناها ما قبل الغزو الغاشم. وأعطيك مثال بسيط، إحنا في سنة 86 وبتكليف من وزارة الداخلية عملنا دراسة عن العلامات المرورية. ووجدنا أن ما يعادل 60% من العلامات المرورية الموجودة على طرقاتنا غير سليمة، خاطئة. قد تكون خاطئة في شيء، يعني في أحد الأسباب، وعددنا الأسباب أسباب كثيرة لا يسمح المجال تطرقها، لكن قلنا أن هذه العلامة فيها الخطأ الفلاني والعلامة الخطأ الفلاني. ليومك من سنة 86 وإحنا في 93 ما زالت بعض العلامات المرورية والموثقة في كتيب من وزارة الداخلية لم يجرى عليها أي تصليح. إذن يعني هذا يعطيك أيضا مثال آخر أن الدراسات وحتى تشخيص المشكلة ليست هي يعني الحل، لكن إحنا خلينا نقول مثل ما تفضلت، ونقطة يعني جدا حساسة هي الدراسات القبلية والبعدية. نعم. إذا تسمح لي أخي مبارك بس أشرح شنو الدراسات القبلية والبعدية. تفضل دكتور. من منظور الجانب الهندسي. نعم. الدراسات الهندسية اللي نقصد فيها القبلية والبعدية. نعم. إنك أنت عندك تقاطع، ما نفرض تقاطع المنصورية والقادسية. نعم. على الدائرة الثانية. هذا التقاطع مستحدث، واستحدث ربما قبل الغزو القاشم، فهذا شيء ظاهرة يعني مستجدة بين الضواحي السكنية عندما تخلق تقاطع في هذا المكان. فأنت تجي الآن وتدرس حركة المرور عليه، وتدرس الحوادث، وتشوف ما هي نوعية الحوادث اللي قاعد تصير، لأن الكثير قاعد يعمل كياخذ مثل شورت كات نسميها بين الضواحي، بين المنصورية والقادسية، اختصار الطريق ويطلع، فتؤدي إلى حوادث معينة. فأنت الآن درست قبل أن تتخذ أي إجراء للحد من هذه الحوادث. فعندما أنت تعرف شنو الحوادث،
تقول والله مثلا أنا أن هناك خلل في زمن الإشارة المرورية، أو أن التقاطع هذا قد ينقصه بعض العلامات المرورية. فتيجي الآن أنت كجهة مسؤولة وتضع بعض الإجراءات التي أنت في نظرك قد تحد من مشكلة الحوادث المرورية في هذا التقاطع. فتيجي مثلا تركب إشارة قف مثلا على التقاطعات الجانبية، تحاول تغير من التخطيط الهندسي للتقاطع. وبعد ما تتم هذا الإجراء تيجي تعمل دراسة بعدية، يعني تعمل دراسة قبلية ما قبل أن تتخذ الإجراء، وتعمل الدراسة البعدية بعد ما اتخذت الإجراء. وتشوف وترى مثلا هل أن هناك صار في خفض في الحوادث المرورية أم لا. هذه من نوع من الدراسات القبلية والبعدية، لا بلا شك يعني قد لا تحتاج إلى حجم من العمل اللي يعني حجم اللي قد يضع عبء على الإدارات المسؤولة، ولكن إجراء بسيط وإجراء فعال ويعطيك اتجاه سليم إلى أين متجهين إحنا في إجراءاتنا للحد من الحوادث المرورية. شكرا دكتور نبيل. عقيد عبد الله العيدان، الحقيقة يمكن إحنا أنا بسؤال السابق سألتك الشكوى من الجهاز الرقابي، الحقيقة يمكن بعض الدراسات اللي أجريت على المشكلة المرورية بتشير إلى بعض الخلل في الجانب الإجرائي أو في جانب الجهاز الرقابي. السؤال اللي والحقيقة يمكن هذا محور كامل بودنا أن نسأل، هناك شكاوي من كفاءة جهاز الشرطة، هل اتخذ شيء بهالخصوص؟ لماذا لا تزال القوانين غير مطبقة؟ هذا أنا أعتقد سؤال أساسي في كثير من الناس تتساءل لماذا لا يطبق قانون المرور. بودنا إجابة صريحة، وأيضا بودنا أنه يعني تعلق لنا على نظام إجازة القيادة والاختبارات الحالية، هل تعتقد أنها كافية؟ علم المواطن بالعلامات المرورية هل تعتقد أنها كافية؟ أول شيء بخصوص الشرط المرور، يعني إحنا نتكلم عن أول شيء شرط المرور شلون هيئة يعني حق إنه يقوم في عمله. يعني إحنا لما جينا شرط المرور من كلية الشرطة هو يخصص للمرور، هذا الشرط يخصص في كل الشرطة يعطى دروس مخصصة للمرور. وفي المرور نفسه في إدارة المرور عندنا قسم تأهيل وتدريب العاملين، يعني تخيلون الأخوان أن إحنا لما جينا شرط المرور على طول نحطه بالشارع، لا يأخذ دروس. قانون المرور كله، قانون العقوبات كله، المخالفات نوع أنواع المخالفات يأخذ فكرة عنها. وما يطلع إلا هو يعني عارف كل ما يتعلق في المرور. طبعا قد تقول انت والله في شكوى على شرطة المرور، صدقني هذه الاشياء قد تكون تصرف شخصي من هذا الشرطي. وفعلا دائما الشين يخرب على الزين، يعني تلاحظ ان واحد شرطي يخرب على مجموعة كاملة من الشرطة. احنا شرطتنا ندربهم قبل لا ننقطهم بالشارع، لان احنا عارفين ان الشرطي هذا راح يمس حقوق ناس، راح يتعامل مع مع يواجه الجمهور. وهو واجهتنا، وهو واجهتنا، واجهة المرور كلها. فاحنا نهيئة لهذا العمل. هذا بالنسبة للتوعية المروري للشرطة يعني. بالنسبة لقانون المرور احنا قاعدين نطبق قانون المرور. قانون المرور بالنسبة للعقوبات طبعا اللي هو من 33 الى 50 تقريبا، 17 مادة كلها في المخالفات. ولا في مخالفة إلا مذكورة. طبعا هو قاعد يطبق قانون المرور، لكن تطبيق عندنا مو كل المواد قاعد يطبقونها على أساس أنه لا يكون هناك تعسف كبير. يعني أذكر أن في حالة المخالفات الجسيمة اللي قررتها إدارة المرور وطلع فيها قرار من الإدارة نفسها، أن الشخص اللي مثلا يسرع أو الشخص اللي تجاوز الإشارة الحمراء في مخالفات إحنا شفنا أنها لها تأثير، وفعلا ارتكابها يسبب حادث، لابد حادث وفاة، خاصة الإشارة الحمراء، تجاوز الإشارة الحمراء. فجت الإدارة العامة للمرور وطلعت على أساس أنه يكون هناك ضبط للشخص اللي يعمل المخالفة هذه ويحجز. ويوم ثاني يقدم إلى محكمة المرور، قاضي المرور طبعا كسلطة قضائية، سلطة مختصة تحكم عليه الحكم اللي موجود. مادة 33 الحكم فيها 3 شهور الحبس. لمدة 3 شهور والقرامة. تلاقي قاضي المرور أحكامه ما هي في المستوى الرادع المطلوب، وإحنا كمرور ما لنا سلطة على القاضي. يعني أنت ما تقدر تقول حق القاضي
ليش ما حكمت أو أحكم أو شدد؟ لأن هي سلطة لها سياستها وسلطة لها اختصاص منفصل ولا سيادة لأحد عليها. نعم. يعني هو يقدر يحكم ببرامة يمكن دينار. نعم أو غرامة دينار أو غرامة أو براءة أو غرامة. نعم. دينار ولا يتطرق للحبس. نعم. مع أن عند الحبس 3 شهور موجود. نعم. هذه سلطة ثانية. نعم. وإحنا دائما باتصال مع السلطة القضائية وديا، يعني ما في فرض. نعم. من ناحية من ناحيتنا كمرور ولا أحكم لا تحكم، لأن لا ليس لنا سلطة عليه. نعم. لكن وديا نكلم يا جماعة شددوا شوي على أساس إحنا مصلحة البلد والأرواح اللي قاعد تروح، نوع من الردع. نعم. في حالات لما يصدر أحكام سجن تصدر بالجرائد أنه والله تم حبس كذا مخالفين لمخالفات المرور، هذه تسوي نوع من الردع للناس. إحنا قاعد نطبق قانون المرور. نعم. لكن ما هو يعني محسوس. نعم. يحتاج الأمر إلى أنك أنت تنشر بالصحف. نعم. طبعا في ظاهرة الآن يمكن الصحف عطوها حق أنها تطلع صور المخالفين أو أسماءهم. نعم. أعداد المخالفات، أنواع المخالفات، الأحكام اللي إصدرت على هذا المخالفين، لأنه يمكن هذا نوع من الردع للناس الثانية لما يشوف أنه والله الحكم حبس على مثلا سرعة 120 والسرعة المقررة مثلا 80 وحكم القاضي حبس أسبوع، يمكن قد تسبب ردع. نعم. لكن ما هي ملموسة. المطلوب الوقت الحاضر أن إحنا ننشر هذا الشيء. نعم. عشان يكون أنت وغيرك يحس أنه والله في عمل، في مخالفات، في ردع. نعم. وأنا عندي إحصائيات يعني بالنسبة لمحافظة الفروانية. نعم. شهر يعني الشهر اللي فات اللي هو أكتوبر. نعم. 28,000 مخالفة طبعا مشكلة، ممنوع الوقوف، متنوعة، مخالفات متنوعة. نعم. نعم. طبعا المخالفات الجسيمة عندنا يمكن بحدود 350 مخالفة جسيمة. نعم. صور السرعة عددها بالتسعين وبالثمانين. نعم. هناك رقابة. نعم. في الشارع، مع اللي قلت لك إياه من أول أن الدوريات المرور مشغولة. نعم. في مواكب ومشغولة في تسيير حركة السير، يعني أنا عندي من الساعة 6 الصبح للساعة 8:30 الدورية مشلولة. نعم. أمام المكان مزدحم ومشلولة وقاعدة تنظم حركة السير. نعم. لما يني ضيف أوزع شرطتي على المناطق اللي هي الشوارع العامة. نعم. لتسهيل حركة هذا الضيف. نعم. هني شليت حركة دورية وعدة دوريات. نعم. وبالتالي ينعكس هذا على نشاطي وعلى مراقبتي للطريق. نعم. طيب بس بشكل سريع، هل أنت مع تشديد العقوبات أكثر في القوانين؟ تعتقد أنه التشريعات ممكن تعالج جانب من المشكلة المرورية؟ صح صح، أنا إحنا لنا خبرة في 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 مجال تشديد العقوبات. نعم. لنا خبرة يعني عريقة، خصوصا المخالفات المرور، ما هي من المخالفات اللي ممكن تصير عفوية. نعم. لا، مخالفة المرور تنتج عن خطأ. نعم. من السائق. نعم. يعني حد السرعة بالطريق هذا 100 وانت قاعد تمشي 120، اذا انت مخالف. نعم. في عندك الكيلومتراج الموجود بالسيارة، تعرف ان سرعتك فوق المعدد، في سيارات لها صوت يطلع يحذرك انك تسوق سرعة، اذا انت قاعد تخالف. نعم. وبالتالي تشديد هذا العقاب مو عليك انت اللي تمشي سوي، لا، على اللي قاعد يخالف المرور. نعم. ويخالف انظمة البلد. نعم. احنا لنا تجربة في مجال يعني تطوير المخالفات او تشديدها، اللي هو نظام الان المخالفات الجسيمة. كان اول عندنا اللي يتجاوز الاشارة الحمراء ممكن انه يعمل امر صلح في المادة 41، يروح الادارة العامة للمرور يقول لهم والله هذه مخالفتي ابي اتصالح فيها، نقول له تفضل، ومخالفات لا يعني لا تذكر 15 دينار. نعم. الصلح فيها يجوز في 15 دينار. ممنوع الوقوف، وكثيرين وانا يعني في مركزي في عملي يك اي واحد يقول لك والله عندي مخالفه 5 دنانير، ولا بعض الاحيان يشكها في دبوس 5 دنانير ويقطعها عليك. نعم. بكل سهوله. نعم. انا ايضا بالنسبه لنظام اختبار القياده، هل تعتقد انه نظام اختبار القياده كافي؟ لا لا لا، في الوقت الحاضر احنا الان افتتاح مدرسة تعليم القيادة على نظام حديث. نعم. وعلى مستوى عالي من التدريب. نعم. يجب أن يطور اختبار القيادة، لابد أن يعني يتمشى مع اللي استحدثناه. نعم. أنا بصفتي عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات. نعم. أحضرنا مدربين من جميع دول العالم، يعني عندنا مدربين أمريكان وعندنا مدربين أجانب. نعم. في عندنا من جميع الدول. وعندي آلات حديثة للتدريب. نعم. سيموليترز وسيارات، هياكل سيارات يتدرب عليها اللي بيبي رخصة قيادة.
فأنا لازم أطور اختبار القيادة عشان يتواكب مع هذه المدرسة الحديثة اللي افتتحت وصرفت عليها الدولة يعني كلفت تقريبا مبلغ مو سهل يعني. نعم. والهدف منها تطوير السائق، وإذا طورت السائق وعلمته راح ينعكس على الطريق. ينعكس على الطريق. أنا يعني من الأمثلة اللي عندنا أن الشخص اللي يحصل على رخصة قيادة، نعم، يعني تصور أن لو تسأل عن أي مادة من مواد قانون المرور، خلنا نسأله عن مواد القانون اللي هي تمس ذاته وتمس حريته، اللي هي العقوبات من مادة 33 إلى مادة 50، لو تسأل أي واحد ما يعرفها، لأنه ما حصل على تدريب الكافي. لكن المدرسة الحديثة لتعليم السيارات تعطي قانون المرور كامل وتحفظه إياه وتلزمه فيه إنه يحفظه. إذن لازم اختبار المرور أيضا يتواكب مع هذا التطور، بحيث إنه يروح عند المرور عشان يحصل على رخصة قيادة لازم يختبرونه في نفس المواد اللي درسها بالمدرسة. نعم. ولا تكون المدرسة ما منها فائدة، لأن متى ما عرف أنه وراء اختبار رسمي من قبل شرطة المرور ولا يحصل على رخصة قيادة إلا في أن يختبر في هذا اللي درسه وبالتالي يحفظه. عموما إحنا الشعب لا يقرأ، يعني إذا لازم تلزمهم عشان يقرون. نعم. يعني في الدول الثانية إذا بيحصل على رخصة قيادة لازم يروح يشوف شنو القانون اللي مطلوب، وشلون اسوق سيارتي، واذا سويت كذي ايش يحصل لي. نعم. وبالتالي يقرا، احنا لازم تقول له اقرا غصب. مره اخرى دكتور صالح عقيد عبد الله العيدان يقول المشكله فينا احنا وليس في جهاز الشرطه او الجهاز الرقابي. انا بدي اتعلق على كلام عقيد عبد الله العيدان، وايضا تقول لنا شنو المشكله الرئيسيه، ليش اذا احنا عارفين موضوع الجانب التربوي انه عشان تعلم الناس آداب المرور يجب أن تدخل آداب المرور في المناهج الدراسية، هل دخلت في المناهج الدراسية حتى الآن؟ ما في شك أن يمكن لو تفحصنا قانون المرور بالكويت يضاهي يعني أحدث النظم العالمية اللي موجودة والقوانين اللي موجودة. نعم. العبرة مو في القانون كمواد. نعم. العبرة في القانون كجهة تنفيذية ممكن متابعتها، ممكن تطبيقها. أنا عجبتني كلمة ذكرها الأخ عبد الله، قال بالنسبة للقضاة يعني ما نقدر نتدخل، وبعدين قال وديا نقول أشدد العقوبة. نعم. يعني وديا ممكن تقول هم خفف العقوبة. نعم. يعني بالشغلة هذه. فإذا القانون موجود والمواد موجودة والأمور هذه كلها يعني موجودة وما فيها أي نقص ولا فيها أي خلل. نعم. ومع ذلك نجد أن هناك مخالفات مرورية وفظيعة الصراحة، يمكن بالكويت يعني نشوف يعني شغلات يمكن هي موجودة في أكثر بلاد العالم. هذا القانون اللي ذكره الأخ عبد الله لو حفظ المواطن، نعم، ودش اختبار القيادة مثل اختبار الثانوية العامة، بعد ما يطلع سئلة عقب 5 دقائق شنو اللي امتحنت فيه والله ما يدري. نعم. وإذا يمكن حافظ 3-4 مواد. نعم. عقب شوي عقب أسبوع نسى ال3-4 مواد اللي موجودة في القانون. فإذا القضية مو قضية أني أحفظ قوانين أو أحفظ مواد وأمتحن فيها. نعم. الآن اختبار القيادة اللي يركب ويركب معاه الفاحص أو المختبر من أبدع ما يمكن، إشارة يمين إشارة يسار، يطلع إيده، يطالع المراية، يطالع ورا، يطالع كذا، بس يقول له ناجح. نعم. شفط وطلع. نعم. نسى كل الأشياء اللي قبل شوي تعلم. فإذا القانون كم قانون موجود ما عليه أي خلاف، وبس هي القضية تأتي في إني شلون أتابع تنفيذ مثل هذه القوانين أو مثل هذه المواد. نعم. ما في شك إنه لا يمكن أن نقول لكل مواطن شرطي، طبعا هذه قضية لا يمكن تتم. نعم. في شغلة أحيانا تمشي يمكن آلاف الكيلومترات في دول الثانية ما تشوف لك شرطي، لكن إذا صار حادث تلقى أمامك شلون ما تدري. نعم. أو منين طلع ما تدري. كذلك نجد أن القضية مثل ما قلت المخالفات المرورية أو القضايا المرورية ما هي مختصة فقط بالشعب الكويتي ترى. نعم. يعني إحنا درسنا في الدول الأجنبية وعرفنا شلون يتحايلون حتى على قوانين المرور. نعم. يعني لما يقول لك السرعة بالشارع 55 يمشي 140. نعم. حاط له جهاز واحد يعطي الثاني إشارة وبالأخير يوصل نفسه إلى الشغلة اللي هو يبيها. نعم. فإذا قضية التحايل على القانون، قضية المخالفات، قضية موجودة سواء في الكويت أو في أي دولة في من الدول الثانية. فإذا أنا لما أقول أني هل عندي توعية مرورية، أنا أطالب فيها وأطالب فيها منذ الصغر.
لكن مثل ما قلت قبل شوي انها ما تصطدم مع الاسره ولا تصطدم مع الاجراءات اللي ماشيه بالطريق. يعني تصور مثلا طفل يشوف ولي امره او والده حاط اخوه صغير في حضنه وسوق السياره في الروضه او في المدرسه علموه ان هالشيء غلط، لكن مع التنفيذي القاعد ماشي الولي الامر قاعد يمشي في القضيه، فاذا هني صار نوع من التناقض في عمليه بين التوعيه وبين الشيء الفعلي اللي يشوفه الطفل. الطفل تعلم في المدرسه ان الاشاره الصفراء يعني يجب ان يتهيأ للوقوف، الاشاره الحمراء يوقف، بعدين الاشاره الصفراء مره ثانيه تهيأ للحركه، بالاشاره الخضراء يتحرك. يشوف ولي امره يعني تحضرني ان شاء الله هني سألوا احد الاطفال قال له الاشاره الحمراء، قال له ايش حاجه، قال له ستوب، قال له الخضراء، قال له باس، قال له الصفر، قال له فاستر. نعم. يعني المهم تحرك بسرعه قبل لا تيك الاشاره الحمراء. فاذا اولياء الامور اذا ما تعاونوا في هذه التوعيه المروريه وكذلك رجل الشرطه، يعني مع الاسف الصراحه وانا اقولها يا من الاخ عبد الله، يومياً 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 أكثر من قضية نشوفها للرجال المرور نفسهم قاعد يرتكبونها. إيك من الشمال إلى اليمين الإشارة مسكرة، شقر الإشارة حمراء، ما عنده شيء، ما نشوف عنده شيء، تحرك عقب ما تعدى الإشارة سكر، ولو أنه قال قضايا فردية يعني هي. نعم. يعني ما نقدر نعممها، لكن أنا كمواطن لما أشوف ما أقدر أميز بين الشيء الفردي والشيء الجماعي. لما أقول أنا في المناهج ما أطالب بقضية أن تكون هناك مادة اسمها ثقافة مرورية ناجح وراسب. نعم. لأن راح تدخل نفس قضية أني أحفظ عشان أمتحن في هذه المادة وبعد ذلك مو شرط أني أفهمها. نعم. فإذا إيه هي قضية مراس يومي. نعم. من الصغر، من رياض الأطفال، من مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة، يعني ما يقدر أجعل أكون هناك توعية مرورية في المرحلة الثانوية وأخطر رياض الأطفال ومرحلة ابتدائية والمرحلة المتوسطة. في رياض الأطفال في برامج خاصة أو في خبرات خاصة عن القضايا المرورية. في المرحلة الابتدائية تقريبا شبه المادة معدومة أو غير موجودة. فإذا ممكن تكون الثقافة المرورية من خلال مقرر اللغة العربية أو درس اللغة العربية، ممكن تكون من خلال درس الرياضيات، ممكن تكون من خلال درس التربية الإسلامية، ممكن من خلال مادة الاجتماعيات، يعني بحيث ان اكثر من مدرس يتكلم ويبين قضيه القضايا المروريه من خلال الماده او من خلال الخبره اللي هو يطرحها، وبالتالي تكون جزء منه. مو مساله ترى حتى التربيه الاسلاميه اللي بتكلم عنها هو يحفظ ينسى اللي مع عندنا دينه وعقيدته وشغلاته، لكن يحفظه مو عارف ليش يحفظ. فانا لما يجيب القوانين المروريه الماده الاولى الماده الثانيه الماده الثالثه لا تعبر، لا كأوامر ما يتعلمها الطفل، لكن لما يحس أنه هي جزء منه، جزء من حياته، جزء من مثل الأكل والشرب يعني، جزء من كيانه، تأكد أنه راح يفهمها. وبالتالي ما نطالب في وزارة التربية أن تكون الثقافة المرورية من خلال المواد الدراسية والتركيز عليها وليست مادة منفصلة نجاح ورسوب، لأنها بالنهاية ما منها فائدة مثل أي قانون ثاني. نعم. أنا جاي للدكتور نبيل عبد الرحيم بس في تعليق من عقيد عبد الله العيدان. إيه موضوع كمادة دراسية صراحة هناك لجنة شكلت من وزارة الداخلية ووزارة التربية. وطبعا كان الهدف اللي تكلم عنه الدكتور على أساس أن تكون مادة المرور فعلا من الابتدائي والمتوسط والثانوي. طبعا الاخوان في وزاره التربيه ما قصروا، طبعا ابدوا جهودهم وبحثوا في المقررات الموجوده كلها من الابتدائي، وجدوا ان في هناك عن المرور داخل المناهج لكن ما تؤدي القرض اللازم منها. لكن اخر ما توصلنا اليه معاهم في اجتماعنا الاخير الشهر اللي فات على اساس ان تكون ماده المرور في المرحله الثانويه. ونظام المقررات. ويعني اسمح لي الدكتور على اساس ان هي سقوط ونجاح، يعني احنا نبي نوصل الى هدف. طبعا كلامك ممكن ان تقول والله يدرس ويحفظ اذا نجح، المهم انا بوصل له شيء، يعني انا هدفي كمرور وكوزاره الداخليه اني انا اوصل عشان ما اولام باكر يقول والله انتم ليش ما تدرسون او ما توصلون. التوعيه المروريه عندنا بوزاره الداخليه العلاقات العامه تبذل جهد كبير في انها توصل المعلومات وتوصل توعي الناس مروريا حول الحوادث. احنا وصلنا مع وزاره التربيه بس على الموضوع هذا على اساس ان احنا ماده المرور تعطى لنظام المقررات ان شاء الله من العام القادم.
فهذه أتوقع أن فيها نوع من الدفاع. هو بس المشاهد الكريم أيضا البرنامج واحد من أهداف البرنامج هذا هو قضية التوعية المرورية، وإحنا بالاتفاق مع الأخوان في وزارة الداخلية قررنا أنه نعقد هذه الحلقة النقاشية أو نناقش في برنامج قضايا وردود هذا الموضوع. دكتور نبيل عبد الرحيم، يبدو أن إحنا قاعد ندخل في دائرة مقلقة. هناك على الأقل بعض الدراسات اللي أوضحت بشكل لا يقبل الجدل أن هناك بعض الأخطاء الهندسية في الشوارع وبعض المشاكل اللي لو عولجت لكانت ستقلل من احتمالات حوادث الطرق. خلنا نعطي أمثلة. الجسور المؤقتة على سبيل المثال نتيجة لقصر المسافة لهذه الجسور، لو حدث مشكلة في الطرف الآخر من الجسر السائق ما يعرف بهذه المشكلة وبالتالي ممكن يصير حادث. طرح بديل أنه توضع مراية في أعلى الجسور، هذه ما صار شيء على هالقضية. المطبات اللي توضع على مداخل الشوارع الرئيسية من شارع فرعي عشان تدخل شارع رئيسي أو طريق سريع يوضع بعض المطبات حتى تخفف من دخولك وتخلي دخول سهل. هناك مجموعة من الحقيقة إقلاق بعض الفتحات الخطرة أو نظام الالتفاف اللي في وسط طريق سريع أو شبه سريع، هذه ثبتت من بعض الدراسات أن لو فعلا تم تنفيذها سوف تخفف من حوادث الطرق. لماذا لم يتم أي شيء بشأن هذا الموضوع؟ أخبارك أنت هني مثل ما يقولون حطيت يدك على مكان الجرح بالضبط. يعني لماذا لا نتخذ هذا الإجراء ولماذا لا نتخذ ذاك الإجراء؟ أنا صراحة في عندي تعقيب كبير على الكلام الأخوان تفضلوا فيه، يعني لأنه كلام هو مدخل يعتبر كمدخل لمشكلة الحوادث المرورية، ومثل ما تفضلت أنه أيضا يدخلنا في حلقة مفرغة. أنا كلامي هنا في حاجة، يعني راح أرد على سؤالك بس التعقيب، أعتقد أن احنا في حاجة إلى وضع خطوات فعلية في أقرب وقت ممكن، لأن المسألة لم تعد تحتمل أن نضع مناهج، وهذه المناهج تأخذ وقتها في التأليف وفي الطبع وفي تأهيل المدرسين، والمسألة أيضا لا تتحمل أن نؤهل رجال المرور في إدخالهم ضمن برامج توعية وبرامج تأهيل لفترات طويلة لمدة أشهر. المسألة في حاجة إلى اتخاذ قرار سريع، المسألة بحتاجة إلى تكوين المسمى بما يسمى بالتاسك فورس اللي هو فرق العمل اللي تنزل المواقع. نعم. تدرس المشكلة. عندنا في إداراتنا الموجودة في الوزارات المختلفة ذات العلاقة المباشرة كبلدية الكويت، وزارة الأشغال، هناك من الكفاءات ومن الإدارات ذات الصلة المباشرة في تخطيط الطرق وفي مراقبة الطرق. لماذا لا تكون مثلا فرق عمل وتنزل الطرقات هذه أو إلى أماكن الحوادث المرورية؟ لكن أرجع إلى كلامي قبل قليل مبارك وأقول إحنا ما عندنا دراسات. يعني أنا لم يعني يصلني علم مثلا بخريطة لمحافظة من المحافظات أو حتى ضاحية من ضواحينا موجود عليها ما يعرف بالنقاط السوداء. النقاط السوداء مصطلح معروف في علم الهندسة المرورية، وهي النقاط التي تكثر فيها الحوادث. على الأقل مكان أو موقع في الخارطة ينتج عنه إصابة بليغة أو حالة وفاة، يقوم الشخص المختص أو بالمغفر أو في المحافظة ويضع دبوس أسود على هذا الموقع. نعم. خلال نظرة سريعة على هذه الخارطة نقدر نحدد المواقع هذه. نعم. هذا موجود تحديدنا. يعني هذه الأشياء البسيطة البديهيات المسلمات التي يجب أن تكون متوفرة تحت أيدينا غير متوفرة. نعم. فبالتالي يؤدينا إلى شنو؟ إلى أدينا تأخر في حل المشكلة، بالتالي يؤدي إلى تراكم أعداد الحوادث وتراكم أعداد الوفيات وأعداد الإصابات. نعم. يعني فكلامي أقول أنه نحن بحاجة إلى وضع سياسات فعلية وسياسات سريعة. نعم. كلام الأخوان كلام بعيد المدى، سياسة أني أنا التوعية المرورية تمام خوش كلام، لكن ما مدى تطبيقه؟ راح ياخذ مني سنه سنتين ثلاث سنوات، وخلال هذه السنه او السنتين شوف اعداد الوفيات بمعدل الوفيات. معدل الوفيات انا بس احب اشارك اخوي مبارك مع الاخوان واخوان المشاهدين في اعداد الوفيات. نعم. في اعداد الوفيات لسنه 88 اخر احصائيه متوفره عندي، لو نظرنا الى فئات الاعمار يعني شفنا اعمار المتوفين نتيجه الحوادث المروريه،
53% من إجمالي الوفيات من عمر دون 34 سنة. نعم. يعني من عمر تقريبا الولادة، حديث الولادة، إلى 34 سنة. نعم. و 28% أقل من 14 سنة. فتلاحظ ما بين ال 14 سنة وال 34 سنة عندك حوالي 40% من إجمالي الوفيات. فالعمر هذا هو عمر قمة العطاء للوطن، العمر هذا هو قمة تكوين أو عمر تكوين الأسرة، وأن الحكومة تصرف على تعليم هذه الفئة وتخرجهم وتؤهلهم، وبالتالي نخسرهم على طرقاتنا. نحن لا نحتمل هذا الحل، ولا نحتمل هذه الحلول طويلة المدى. أنا شخص متخصص في علم الهندسة، أنا أقول لا، إحنا يجب أن تكون لنا فرق عمل تنزل إلى الموقع. أنا شاركك الرأي في هناك كثير من الأخطاء الهندسية موجودة على طرقاتنا، والإخوان لا ينكرون هذا الشيء في أي جهة من الجهات ذات العلاقة، سواء بلدية الكويت أو وزارة الأشغال. إحنا جايين لتحديد الجهة المسؤولة دكتور. خليني أعود لك عقيد عبدالله العيدان. الآن في موضوع طرح ومطبق في بعض البلدان، أغلب بلدان العالم المتقدم، اللي هو نظام النقاط المرتبط بنظام التأمين على السيارة. الآن التأمين في الكويت أي شخص يحق له يحصل التأمين ضد القير بمبلغ معين، مبلغ بسيط، ما يربط هذا بحجم المخالفات وبحجم الحوادث اللي يحصل عليها. هل بالإمكان تطبيق هذا النظام؟ ليش ما طبق حتى الآن؟ لأنه يبدو من حديث دكتور نبيل فئات العمر اللي يحدث فيها حوادث السيارات يعني يربط أيضا بالعمر في الدول المتقدمة، ليش ما يتم تطبيق هذا النظام في الكويت؟ صراحة يعني هو النظام النقاط احنا الكويت يعني بادين فيه الآن. احنا عندنا نظام الحاسب الآلي على أساس أنه يكون مخالفات اللي يرتكبها الشخص تدون بالحاسب الآلي، وقاعدين شغالين على الموضوع هذا، راح يتم إن شاء الله تطبيقه. بس لما ننتهي من برمجته، لأن عندنا حاسب الآلي يحتاج إلى برمجة على أساس بحيث أني أي مخالف يرتكب مخالفة راح تكون هناك عليه نقطة يعني ضده، صير ضده أي مخالفة أو حادث. راح هو نظام موجود عموما، عندنا نظام السوابق موجود، لكن يتبع إدارة تنفيذ أحكام والسجون. إحنا نبي نظام خاص فينا كإدارة عامة للمرور، بحيث إن اللي خالف تصير هناك نقطة ضده. عدد معين في المخالفات، أنا عندي مادة بالقانون، مادة 42 اللي تسمح لي إني أنا أسحب رخصة القيادة وترخيص المركبة لمدة 4 شهور. لمخالفات معينة. أنا راح أستخدم هذه المادة بحيث إني أنا النقاط اللي تكون ضد الشخص هذا تسجل ضده، إذا ارتكب صارت له مثلا 15 نقطة. أستعمل حقي في تطبيق هذه المادة بحيث أني أنا أسحب رخصة قيادته وأسحب الترخيص مال المركبة. طبعا إحنا نطبق النظام هذا أولا على موضوع الإدارة العامة للمرور، وبيننا وبين التأمين تعاون تام. وعرضنا عليهم هذه المسألة بحيث أن إحنا نعطيهم سجل عن اللي بيأمن مركبته، يعني يعطونا كتاب، يعطونا معلومات عن فلان الفلاني يبي يأمن عندنا. على أساس أن التأمين يمكن القصد يرتفع إذا كان هو شخص ذو سوابق. سواء بالحوادث أو بالمخالفات. فالتأمين ما لا يرتفع. وعموما هذا في بعض الناس قد تتحايل على هذا الموضوع بحيث أنها تأمن السيارة أو تسجل السيارة باسم شخص قيم مرتكب لمخالفات. في دول المتطورة هناك قسط معين للعمر، يعني أنت عمرك 18 سنة إلى 25 القسط مالك يرتفع غير اللي عمره أكبر. قسط التأمين. قسط التأمين طبعاً أقصد. إحنا بالنسبة لنا قسط التأمين راح يرتفع على عدد المخالفات. ويمكن إذا أنت رجل ارتكبت مخالفات عديدة وحوادث عديدة تفتر شركات التأمين كلها ما تأمن لك. تقول أنت شخص لا يمكن الوثوق فيك، ممكن أنك تسبب لي، لأن شركة التأمين قاعدة تخسر. وخسارتها كبيرة في حوادث السيارات، وهي من اللي تفضل فيه أنت أو بداية الحلقة. أن خسارتنا 126 مليون دينار بالنسبة للحوادث، محسوبة معاها اللي هي التعويض اللي يدفع التأمين. للدية الشرعية. للشخص المتوفي من سبب الحادث المروري. دكتور صالح، تعتقد شنو هي المؤسسات؟ هل مثلا شركات التأمين مسؤولة عن قضية التوعية المرورية؟ هل تعتقد أن الدور اللي تلعبها الآن في مسألة التوعية المرورية دور كافي ويؤدي الغرض؟
أنا ودي صراحة أتطرق لشغلة بسيطة. مؤسسة كويت التقدم العلمي من خلال إدارة الثقافة العلمية حاولت أن تشارك في أو تساهم في حل هذه المشكلة، أو على الأقل طرح بعض الجوانب اللي ممكن أن تسهم في الحد من هذه المشكلة، لأن ما لا يمكن أن نقول والله تنتهي هذه المشكلة. على فكرة يعني يمكن يتذكر الأخ عبد الله النوبة في غالبا يعني، وهذا صراحة فهمته من رجال المرور، أن الحوادث تكثر في أسبوع المرور. وأتذكر في مرة من المرات أطلقنا بالتعاون مع إدارة المرور شهر بلا حوادث، ويا سبحان الله كأن إحنا قلنا شهر بحوادث. صحيح. يعني الحوادث زادت بشكل غير طبيعي، فمعناته أن مع العلم في أسبوع المرور تجد أن رجال المرور أكثر، الرغابة أكثر بشكل هذا، لكن مع ذلك نجد أن المخالفات أنها تتم. هل هذا راجع إلى عوامل نفسية، عوامل يعني تربوية، شغلات ثانية؟ لأن مثل ما قلنا لحد الآن ما في دراسات صراحة شاملة، ولا يمكن أن تكون وزارة التربية هي المسؤولة فقط عن الحد من هذه المشكلة، ولا يمكن إدارة المرور ولا شركات تأمين، فهي قضية متشابكة. فالفيلم طرح مجموعة من الأفكار. أول شيء عالج المشكلة بشكل حيادي، ما في أي نوع من يعني التحيز لجهة دون جهة. الفيلم طرح الموضوع بأسلوب كان فيه نوع من النقد الذاتي الصراحة لجميع المؤسسات اللي شاركت بالفيلم، يعني مع الجهات، يعني يمكن الجهات كلها شاركت في هذا الجانب. وبالتالي ما الفيلم ما قال من هو المذنب، يعني لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة من الجهات المختلفة. الفيلم طهر بجانب فني صراحة جدا، جانب فظيع، يمكن كان أول أفلامنا اللي تكون بالصورة هذه اللي وشارك فيها الأخ المخرج عبد المحسن حياة. هذا الفيلم الصراحة ظهر في وقت فعلا كان هناك أزمة مرورية فظيعة بدولة الكويت، لكن يتهيأ لي كانت هناك الجهات حاولت أنها تقدم بعض الحلول أو تقدم بعض هذا، لكن يانا العدوان الغاشم على بلدنا، ويمكن عطل بعض الجوانب الإجرائية أو التنفيذية لهذا الجانب. لكن اليوم صار لنا 3 سنوات أو أكثر من بعد التحرير، لحد الآن ما في شغلات معينة حاولت أن هي تأخذ ما في تأخذ نتائج هذه الدراسة كفيلم توثيقي، وبالتالي العمل على الحل. فإذا لما نسأل منو الجهات المسؤولة، الإعلام يعني سواء كانت إذاعة أو تلفزيون مسؤولة عن التوعية، الصحافة الصراحة مسؤولة عن توعية المواطنين بالقضايا المرورية، يكفي أني أنا أنشر هذه الحوادث في الصحف ومن خلال التلفزيون ويذيع عنها من خلال الصحافة. الأسرة لها دور كبير فعلا في عملية التوعية المرورية إذا كانت الأسرة واعية طبعا في القضايا المرورية. التربية أنا أتكلم، خلونا شوي يعني الصراحة لأن هذا يمكن مجالي اللي أتكلم فيه. نعم. أنا دائما أقول إني أنا عندي أهداف شاملة تحصيلية واللي هي معرفية ووجدانية ونفس حركية، خلينا نخليها بالطريقة هذه. نعم. المعرفية أو التحصيلية معروفة ولازم، يعني ما ينجح الطالب لما ينجح بتحصيل تحصيل معين أو بمستوى معين، سواء هذا التحصيل فاد أو ما فاد هذه قضية أخرى. نعم. أي للقضايا الوجدانية اللي هي لها علاقة في الاتجاه، أنا بكون اتجاه عند المواطن، الاتجاه هذا ضمير الداخلي يمنع أن يتصرف التصرف الخطأ. نعم. يعني بغض النظر والله لأن فلان تصرف خطأ أو ذاك تصرف خطأ أو ذاك تصرف خطأ، لا هو شلون يقول يعني ما أربطها بقضية ثانية، ليش ذلك سوى كذا أنا أعمل الشغلة الفلانية عشان أوصل إلى قضية من هالنوع. هذه قضية مهي سهلة وتحتاج إلى نوع من المشاركة الفعلية من الكل في هذه القضية. وبالتالي المواطن الصراحة لو يوم شاف واسطة وشاف محابات وشاف كذا سواء من أي جهة من الجهات ما راح يلتزم في هذه القضايا، ويعني ولو التزم راح يكون على حساب وقته وعلى حساب هذا لأنه ممكن يضحي. لكن ما في مانع أن نحط ريلنا على أول الطريق، يعني يمكن الدكتور عبد الرحيم قال يمكن هذه قضايا تحتاج إلى فترة طويلة. يعني إحنا لو بدينا فيها من ذاك اليوم كان على الأقل وصلنا إلى نص الطريق. لا نخاف من البداية، البداية قد تكون صعبة، البداية قد تكون غير موفقة في بعض الأحيان، لأنك راح تصطدم
لان يعني انا لا يمكن ان نقيس التطور بانه والله في عندي عمارات وفي عندي مستشفيات وعندي هذا تطور حضاري فعلا بس مادي. المهم التطور الاجتماعي يعني الوعي الاجتماعي او شلون ان الانسان هذا يعيش حياته الاجتماعيه بدون توترات عشان بالاخير يكون حضاري في هذه التصرفات. لان انا لما اسافر الى بلد اخر ما راح اشيل البيت واشيل السياره واشيل واوديه وياه عشان يعرف ان انا املك مؤسسات ماديه، لكن اللي اخذه معي هو التصرفات الاجتماعيه والقيم. سلوكياتي سلوكياتي اخلاقياتي هذه هذه اللي الصراحه المفروض نتعب عليها ونكونها عند وهذا طبعا مو مسؤوليه التربيه وزاره التربيه فقط ولا مسؤوليه الجامعه ولا مسؤوليه جهه واحده، وانما يجب ان تشترك فيها الجهات كلها. طبعا يمكن لو يعني شكلت لجان يعني ويمكن احنا قمنا نخاف من كلمه لجان يعني يعني لجنه تطلع منها لجنه وتطلع منها لجنه، لكن احنا نقول لجان اللي هي مثل ما قال سماها الدكتور فرق عمل اللي هي يشتركون فيها الجانب التربوي، الجانب الاجرائي او الفني والجانب الهندسي بالاضافه للجهات الثانيه اللي ممكن من خلالها اطرح هذا العمل. انا يؤسفني ان فيلم حرب الشوارع لم يعرض في تلفزيون الكويت في اسابيع المرور. نعم. يعني لا نقول مثلا والله انه ما يعالج المشكله مثل ما عالجها سنه 88 او 89. نعم. لكن مع ذلك يستطيع ان يقدم شيء في الوقت الحاضر ويستطيع ان يعني على الاقل يذكر الناس بحجم المشكله، لان الجهود اللي بذلت فيه جهود جدا جباره وجدا كبيره، وبالتالي اقدر اقول في النهايه ان القانون مطلوب والتربية والتوعية المرورية كذلك مطلوبة، لأنها هي في النهاية اللي راح تبقى يعني مثل ما قال لو الإشارة أو توقفت وماكو شرطي ماكو رقيب. نعم. فإذا من اللي يتحرك عندي؟ يتحرك عندي ضمير الداخلي الرقيب الذاتي هو اللي يكون موجود دائما. طيب دكتور نبيل عبد الرحيم، أنت قبل قليل طرحت موضوع فرق العمل وطرحت بودي ان تتحدث اكثر حول موضوع الجانب الهندسي، لانه يبدو يتخيل لي انه هذا الجانب اللي بالامكان تحقيق شيء فيه على المدى القصير. منو تعتقد الجهه المسؤوله؟ من المقصر الان في موضوع الجانب الهندسي؟ بالنسبه لفرق العمل، واخليني اضيف كلمه ثالثه بعد لفرق العمل، سميها فرق العمل المؤقته حتى لا تكون دائمه. نعم. وبالتالي يكون يصيبها الكسل او النسيان. نعم. خلينا نسميها فرق عمل مؤقته ذات اهداف معينه محدده لها تشكل هذه فرق العمل، وبالتالي تنحل متى ما قضينا على المشكله. نعم. فرق العمل انا احب اوجهها الى بعض المواقع اللي تكثر فيها الحوادث المروريه. بالنسبه للسؤال اللي طرحته هو يمكن سؤال عام، لكن خليني اقول انه شلون احد من مشكله الحوادث المروريه في حلول سريعه وبسيطه وبديهيات تحت ايدي. نعم. انا لو استغليت الوسائل المسخره. نعم. الموجوده في اداراتنا او في وزاراتنا لكان بالامكان اقول لك بكل صراحه نحد على الاقل 30% من الحوادث المروريه. نعم. الجهات ذات العلاقه معروفه، بلديه الكويت، وزاره الاشغال. وزاره الاشغال والبلديه هي الجهات القائمه على تنفيذ وتصميم الطرق في الكويت. فبالتالي ايضا يتكون فيها جهاز كبير من الكفاءات الهندسيه. كل اللي علينا نشكل فرق عمل من هذه الكفاءات تنزل للطرقات. وبالتعاون مع الاداره العامه للمرور اقدر احصل على اخطارات الحوادث. لكن المشكله اخوي مبارك المشكله مو هذه. المشكله نرجع الى ما هي المعلومات المتوفره لدي. يعني ايضا يجرنا هذا لمجال اخر ومجال اخطارات الحوادث. نعم. مجال اخطارات الحوادث صلحني الاخ عبد الله اذا كنت غلطان ان لم يطرا عليها التغيير منذ على الاقل 15 20 سنه. صح. اخطار الحادث لو تاخذه انت اليوم لا يفي بالقرض لرجل الهندسه المهندس او حتى الرجل التربوي او حتى الرجل الاقتصادي او حتى رجل القانون نفسه انه يعطيك المعلومات اللي تريدها. نعم. أنا اشتغلت على قبل حوالي فترة طويلة على بعض اخطارات الحوادث، مع الأسف لم تكن بعضها لم يكن مقروء، لا تستطيع أن تقرأ أو تأخذ منه معلومات. فهذه يعني نقطة احنا أيضا بحاجة إلى طرحها. اخطار الحوادث أيضا محتاج إلى تطوير حتى يتوفر لي المعلومات اللازمة لي كمهندس، وبالتالي أنا أعطيها للأخوة في الجهات ذات العلاقة. فرق العمل المؤقتة أنا أعتقد في رأيي أنه الحل السليم والأسرع.
لأن المشكلة لم تعد تحتمل الانتظار. أرجع أقول الكلام الدكتور اللي تطرق لموضوع فيلم حرب الشوارع، أنا أعتقد هو باكورة مثل ما يقولون تشخيص مشكلة الحوادث المرورية. فيلم حرب الشوارع شخص المشكلة وأعطاها بالأمثلة الحية وأعطى مشخص حيادي لم يتحيز لأي جهة كانت. فأنا أعتقد أن لو الإخوان يحللون، ما يحتاج يحللون، لو أنهم يرون فيلم حرب الشوارع ويصلحون، إحنا ما نقول يصلحون أشياء لم تذكر بالفيلم، لكن عليهم إصلاح بعض الأمثلة اللي طرحت بالفيلم. فيلم حرب الشوارع أنا أعتبره هو دراسة علمية 100%، ولم تكن ترفيهية بحيث أنه تعرض في التلفزيون والمواطن يقضي ساعة على التلفزيون بس يطالع الفيلم. أنا أعتقد لا، هو فيلم علمي بحت، لكن مع الأسف لم يجد طريقة إلى التطبيق العملي. فإحنا هذا أداة مسخرة تحت إيد الآن، فيلم حرب الشوارع علي أن نأخذه. فيلم حرب الشوارع لا شك أن الدكتور يمكن يعرف أكثر مني المبلغ، أكلف المبلغ الفلان لإنتاجه، لكن ما هو الفائدة؟ لو جينا نحسب الكوست بنفيت ريشيو أو التكلفة للفائدة للتكلفة، نسبة الفائدة للتكلفة، لنجد أنها تساوي يمكن صفر. لأن لم تحدد، أنا عندي التكلفة لكن لم أحسب الفائدة. حوادث المرور بتصاعد، أعداد الحوادث المرور بتصاعد، الوفيات بتصاعد، أو على الأقل مثل ما هي، لكن أنا ما وفرت شيء. أنا عندما أستثمر في مشكلة في شيء ما يعالج مشكلة المرورية أو مشكلة الحوادث المرورية، يجب أن أحسب في نفس الوقت ما هي الفائدة. لحتى الآن لن نحسب الفائدة. تسمح لي بس نقطة أخيرة تفضل، اللي هي وجانب آخر طرقوا الأخوان جانب مهم جدا هو القطاع الخاص. أنا أعتقد يمكن أخالف الأخ عبد الله أن شركات التأمين لا تخسر، بالعكس شركات التأمين قاعد تحقق أرباح. فإحنا نطلب من شركات التأمين ومن البنوك ومن الشركات اللي تعطي تسهيلات ائتمانية لشراء السيارات أنها تساهم من أرباحها. قد يقول الإخوان أن والله إحنا قاعد نعطي جزء من أرباحنا لصافي أرباحنا لمؤسسة التقدم العلمي، إحنا نقول لا، هناك في جمعيات نفع عام، هناك في المجال مفتوح أمام هذه الشركات سواء شركات التأمين أو البنوك أو شركات القطاع الخاص التي تعطي هذه التسهيلات أنها تساهم. مع الأسف القطاع الخاص غائب عن حل مشكلة الحوادث المرورية. شكرا دكتور. بشكل سريع الحقيقة بودي أسمع من كل واحد منكم في تعقيب دكتور. أسمع تعقيبك دكتور أخ عبد الله العيدان، وأسمع أيضا تعليق نهائي في المشكلة المرورية. شنو تتمنى من حلول لموضوع المشكلة المرورية؟ أول شيء بعقب على كلام الدكتور، على أساس أني أنا قلت عن التأمين خسرانة، أنا ما قلت شركة التأمين خسرانة. نعم. ما درسنا التأمين ولا نعرف أرباحهم وخسارتهم، أنا أقول تخسر من الحوادث. نعم. يعني قاعد تدفع فلوس في الحوادث بس أحب أصلح له. في موضوع ثاني تطرق له الأخ دكتور، موضوع الإخطارات الحوادث. نعم. إحنا ترى المشكلة هذه حاسين فيها. نعم. تنظيم الهيكلي وزارة الداخلية أعطى الحق للمرور التحقيق في حوادث المرور، ومن أحد مستلزمات التحقيق اللي هو أخطار الحادث. نعم. ولكن لحد الآن الحوادث اللي قاعدة يقوم فيها ويحقق فيها الإدارة العامة للتحقيقات، وهذا شيء مو صحيح يعني. نعم. المفروض أن إدارة المرور هي المعنية بالتحقيق بحوادث المرور، لأنها هي صاحبة المشكلة. نعم. هي اللي تكون عندها الإخطارات، ممكن تعدل فيها، تطور فيها، ممكن نطبق نظرية الفريق المؤقت عن طريق هذه الإخطارات، لأن لا يمكن أي فريق يشتغل إلا بإخطارات سليمة وواضحة والخط يكون واضح، لأن هي الإخطارات الحوادث هذه تنصب في إحصائيات. نعم. بكلمة سريعة نسمع منك ما تود من حلول للمشكلة المرورية. والله هي المشكلة المرورية الإخوان الصراحة وتكلمنا فيها، ومشكلة شائكة ومشكلة تداخل فيها كل الأطراف، لكن أنا أكرر وأقول أن القائد هو المسبب الكبير وهو سبب المشكلة. لو يطور نفسه. نعم. وكل شخص يكون في باله مصلحة البلد ويقرأ قانون المرور ويشوف شنو الحقوق اللي عليه والواجبات اللي عليه، لأن ترى قانون المرور في واجبات للشخص عليه، لأن نعم. أنت لو تعرف قانون المرور تعرف شنو حد الشرطي وياك، يعني
شلون يتصرف معك شرط المرور. نعم. ممكن انه يتعسف في استعماله حق حقك شرط المرور تجاهك انت توقفه عند حده. نعم. في حالات يمكن يتبلع عليك. نعم. اذا انت قاري قانون المرور وعارفه وفاهمه ممكن تحج هذا الشرطي، واذا شافك فهمان وعارف شنو في قانون المرور ممكن هو يتراجع اذا كان شخص متعسف. نعم. فقراءه قانون المرور والاطلاع عليه يعني ان ما ضرت تنفع ان شاء الله، ما راح تضر، بس نعم. احنا نطلب من الناس ان تثقف روحها بروحها، كل الاتعاءات على المرور، المرور ما عندها توعيه المرور، وتطلب من الاشياء الثانيه التلفزيون والاذاعه، الشخص لازم هو يطور نفسه بنفسه ويوعي بنفسه ما دام انه يسوق سياره وقاعد يتعامل مع الشارع، قاعد يتعامل مع السياره. وانا صراحه اتمنى يعني السلام للجميع يعني في نهايه اللقاء، ومشكور. شكرا. يمكن انا الكلمه اللي ودي اقولها بالاخير اني ما احمل المواطن وحده المسؤوليه، حل المشكله المروريه عمل جماعي لا يخص جهه، ما يخص جهه واحده او معينه. بالنسبه للمواطن ودي اقول له لا تعتمد على احد، حياتك ترى في ايدك وحدك. بالنسبه للسائق ترى انت الوحيد اللي يعرف السياقه وبالتالي تفادى الحوادث بنفسك، لا تعتمد على ان الاخر ما يدعمك. نعم. تفضل الدكتور نبيل. شكرا. بصراحة بالنسبة اللي أتمنى أراه في طبعا كأي مواطن على هذا البلد الطيبة أن أرى أن حوادث المرور تنخفض، لكن أنا أقول أنه يجب أن نستغل الأدوات المتوفرة تحت إيدنا لحد من الحوادث المرورية. هناك خطوات بديهية وبسيطة جدا وما يتوقع الواحد أنه فعلا قد تساهم في الحد من الحوادث المرورية، قد تطرقنا إلى بعض منها. أنا أدعي الإخوان المسؤولين في الجهات ذات العلاقة المباشرة بالحوادث المرورية إلى التوجه في حصر هذه الأدوات، في حصرها وتوجيهها التوجيه السليم للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية. نحن في حاجة أخي مبارك إذا تسمح لي، في حاجة إلى نوع من الدراسة اللي قد تكون تكلفتها بسيطة لكن نتائجها سوف تكون مجدية وطويلة، يعني تكون معانا لفترة طويلة. هي نسميها in depth accident study أو اللي نسميها دراسة الحوادث المرورية بعمق. وتلخص في هذا النوع من الدراسات أنه تواجد فرق عمل في محافظات أو في مستشفيات توزع وتغطي شبكة الطرق بالكويت، عندما يحصل حادث يخرج هذا الفريق أو ينطلق هذا الفريق إلى موقع الحادث مباشرة ويدرس الحادث من كل جوانبه، الفترة التي استغرها الإسعاف لغاية ما يوصل لموقع الحادث، كيفية التحقيق في الحادث، بيئة الطريق إلى آخره. فهذا راح يعطيني الواقع الحقيقي للحوادث المرورية. قد تستغرق هذه الدراسة بعض الوقت، لكن هذا لا يمنعنا في اتخاذ بعض الخطوات السريعة التي نحتاجها في الحد من الحوادث المرورية. شكرا عزيزي المشاهد، بهذا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج قضايا وردود. باسمكم جميعا تقدم بالشكر الجزيل لضيوف هذا المساء عقيد عبد الله العيدان مدير إدارة مرور محافظة الفروانية، دكتور صالح عبد الله جاسم مدير إدارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجزيل الشكر أيضا لدكتور نبيل جعفر عبد الرحيم مستشار هندسي في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. عزيزي المشاهد، إذا كان لديك استفسار حول هذه الحلقة أو أي حلقة من حلقات برنامج قضايا وردود، لا تتردد بالاتصال بجمعية الخريجين، ونتمنى لك السلامة دوما. مع السلامة وإلى اللقاء.